مانك رايحة على الشغل؟ روح انت، انا بده يمرق على السوق يجيب غراض. شد ايدك منيح كمال، هيك ما بينمسحوا منيح. اضافيرك افركن منيح. شد شد. حاجة تقولي لي شد شد رح ينكسر البلور. لا تعصب علي وتصرخ كمال، المحل لازم يكون نظيف، لازم يكون غير المحلات كلها. يعطيك العافية. أهلين. شو أخبارك كارولين؟ شو مالك رايحة على الشغل؟ بلا، بس حبيت إنه يمرق لعندكم بالأول لأنه في أخبار. أخبار؟ يا مروة شو في أمي؟ تعي يا بنت تعي، كارولين جايبت لنا أخبار. تعي الكدي يا بنت، يلا يلا احكي لنا شو هي الأخبار. جميلة، انطردت من شركة. كيف يعني؟ راحوا مفتشين على الشركة وكتبوا مخالفة، وجميلة لازم يدفعون بس ما في معه، شو يعمل؟ جميلة باعت أسهم كلها تبع الشركة. جميلة هلأ بلا شغل. لك شو عم تقولي كارولين؟ لك والله ماني مصدقة. انتي متأكدة؟ متأكد. لك يقبرني هالتم الحلو، يقبرني يقبرني اللي جبلي هالخبر. يا روحي انتي يا عمري. يلا يلا، مع السلامة. الله معي. مع السلامة. ايه دولا ابو دار، هلا صار دورك يا جميلة خانم بالفقر. انا بفرجيها بعدين. مفصل يا مفصل يا. اشتغل كمال اشتغل، نحن كمان رح نعمل شركة مزبوط. مفصل يا يدب وتشكينا، هيم كاي نصر، هيم اوي نصر، هيم كاي نصر، الله هيم اوي نصر. ياندان هيمان ياندان، سيبيون سيدي جاندان، سيبيون سان جاندان، بوشانا جاي كوچاندان. يلا بنتي عادي شوي وارتاحي. لا أني بدي نام شوي. شو صار جميلة؟ القاضي حكم بالدعوة وعطى الحضانة تبع زهرة الغسان. إيلين ما رجعت؟ لسه ما رجعت، بس تأخرت وبهيك وقت لازم تكون بالبيت. قلت لك ألف مرة لا تخلي البنت تطلع لحالها من البيت. أنا كمان ما عدت عرفت كيف بدي أقنعها. لوين؟ على المستشفى. لوين يعني؟ أنا كمان جاي. يلا تعي. جميلة؟ إيه؟ ما عندك أي مورد هلأ والحالة صارت معروفة، شو رح تعملي؟ كيف رح تعيشوا؟ يعني برأيك إنه هلأ وقته لهذا الحكي؟ هلأ؟ أنا بشوف. شوفي إذا ساعدتكم شوي يعني. والله أنت رح تجننيني.